أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة وردت تستبين عن حكم ما حصل من الضرب على الأفغان من ناحية الحكم الشرعي، حيث كثرت الفتاوى ما بين مبيح وما بين منكر، وتستبين منكم صاحب الفضيلة الحكم في ذلك. وإذا عرفت الحكم مش تبي تعمل؟ هذا أمور نسأل الله أن يزيحها عن المسلمين، وأن يكفي المسلمين شرها، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. هذا الذي يسعنا. أما الدخول فيها وأمور عويصة ومتداخلة هم يزعمون أنهم معتدا عليهم في ديارهم، مضروبين في ديارهم، هذا اللي يزعمون، وأنهم يبي ينتقمون ممن اعتدى عليهم. وهؤلاء يقولون هذا من الجهاد، وهذول كفار، وهذا جهاد. المسألة ملتبسة، لكن علينا أن ندعو الله عز وجل بنصر الإسلام والمسلمين، وإذلال الشرك والمشركين، الإكثار من الدعاء. نعم.